مجمع تثمين الإنتاج الفلاحي واحد من المؤسسات العمومية الرائدة في إنتاج مختلف المواد الزراعية. المجمع حاضر اليوم بمعرض الإنتاج الوطني عبر مساحة خصصت لعرض منتجاته ذات الجودة والنوعية. الهدف تاعنا هو الهدف تاعنا الأولي هي توفير المواد الفلاحية بالنوعية وكمية في الاحتياج باش نغطوا الاحتياج الوطني، تكون موفرة في السوق بالأسعار معقولة. معرض الإنتاج الوطني يضم نماذج أخرى لا تقل أهمية، فنجد هذا الشاب الذي نجح في إنتاج البهارات والزيوت الطبيعية. عندنا برودوي جديد كيما الزيت والتيزانة والنعناع، ورانا نخدموا ليكسبورتاسيون، ورانا حابين إن شاء الله هنا المواطن يعرف المنتوج تاعنا. المعرض يعد فضاء واسعا لإبراز قدرات الجزائر في الإنتاج المحلي الذي يعول عليه كثيرا لإنعاش اقتصادي حقيقي.